السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن موضوع نقص الهيموجلوبين في الدم عند الأطفال، وهنتكلم كمان عن أعراض نقص الهيموجلوبين عند الأطفال، وإيه هي أسباب نقص الهيموجلوبين أو أسباب فقر الدم عند الأطفال، وإيه هو المعدل الهيموجلوبين الطبيعي. قبل ما نتكلم يا جماعة عن موضوع الأنيميا، لازم نعرف فايدة الهيموجلوبين للجسم. الهيموجلوبين بيمد خلايا وأنسجة الجسم بكميات كافية من الأكسجين والغذاء. الأكسجين والغذاء ده مهمين عشان الخلايا تقوم بالعمليات الحيوية المختلفة على أكمل وجه. وبيحصل نقص الهيموجلوبين في الدم بسبب انخفاض نسبة الحديد في الجسم، واللي بينتشر بصورة كبيرة عند الأطفال وخاصة في الدول النامية نتيجة لعدة أسباب مختلفة، منها سوء التغذية أو اتباع نظام غذائي نباتي يفتقر للحوم، أو بسبب انخفاض وزن الطفل عند الولادة. وفي الفيديو ده هنقول لكم على أسباب وأعراض وطرق علاج نقص الهيموجلوبين في الدم عند الأطفال. طيب إيه أسباب نقص الهيموجلوبين عند الأطفال؟ أول حاجة الاعتماد على حليب البقر أو الماعز. أنواع الحليب دي يا جماعة بتنخفض فيها نسبة الحديد بكميات كبيرة جدا. تاني حاجة اعتماد الطفل اللي عمرهم أقل من سنتين على حليب الأم دون إدخال الحديد أو الأغذية الغنية بالحديد. كمان تالت حاجة مشاكل بالجهاز الهضمي زي التسمم الغذائي وسوء الامتصاص. رابع حاجة الإصابة بالثلاسيميا. خامس حاجة عوامل وراثية بتزود من تكسير خلايا الدم. سادس حاجة تراجع قدرة الجسم على تكوين الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء. سابع حاجة الإصابة بالسرطان لا قدر الله. طب إيه هي أعراض نقص الهيموجلوبين في الدم عند الأطفال؟ أول حاجة الضعف، الطفل هيحس بالضعف والوهن العام. تاني حاجة الطفل هيحس بالدوخة، بالعصبية. رابع حاجة هيجيله ألم في الراس وصداع. خامس حاجة هيجيله فقدان للشهية لتناول الطعام. سادس حاجة هيبقى عنده سرعة في ضربات القلب، شحوب في البشرة، الرغبة في النوم بشكل مستمر، عادات غريبة زي أكل التراب. كمان ممكن يحصل تشقق في زوايا الفم أو التهاب اللسان، أو بيحصل تقعر في الأظافر، أو بعد كده ممكن الطفل يجيله مناعته تقل ويصاب بالإنفلونزا والتهاب اللوزتين بشكل مستمر. إيه إزاي نشخص نقص الهيموجلوبين في الدم؟ ده يا جماعة بيتم عن طريق الفحص المخبري أو تحليل الدم اللي بيطلق عليه صورة الدم الكاملة أو تعداد الدم أو سي بي سي. في التحليل ده بنشوف عدد خلايا الدم الحمراء ونسبة الهيموجلوبين، وكمان عدد آخر من المقاييس زي نسبة الحجم بين الكروية الكبرى والصغرى، متوسط كمية الهيموجلوبين في كل كرة دم حمراء، متوسط حجم خلايا الدم الحمراء. كمان بنشوف عدد من كمان في كمان عدد من الفحوصات بيتم إجراءها عشان نشخص برضو الأنيميا، زي تحاليل الفيتامينات الضرورية لتكوين الهيموجلوبين زي حمض الفوليك وفيتامين B12، تحليل الفيريتين وتحليل مستويات الحديد. كمان بنعمل برضو تحليل حاجة اسمها الفصل الكهربائي للهيموجلوبين، ده عشان نشخص بعض أمراض الثلاسيميا والأمراض الوراثية الأخرى. ايه علاج نقص الهيموجلوبين يا جماعه في الدم؟ اول حاجه احنا بننصح الاطفال انها تتناول اللحوم الحمراء اللي هي خاليه من الدهون زي الكبده ولحم العجل. ثاني حاجه بننصح بتناول الاطعمه البحريه زي الرخويات والسلمون والمحار والجمبري. ثالث حاجه بننصح بتناول الحبوب الكامله زي العدس والفاصوليا والرز الاسمر وحبوب الشوفان. رابع حاجه يا ريت نتناول الحمضيات باختلاف اشكالها. الحمضيات دي بتحتوي على كميات كبيره جدا من فيتامين جيم او اللي بنسميه فيتامين سي، واحنا عارفين ان فيتامين سي او فيتامين جيم بيزود عمليه امتصاص الحديد اللي موجود في الاطعمه الاخرى. الحمضيات دي زي عصير البرتقال والليمون والكيوي والجريب فروت طبعا. خامس حاجه لازم نتناول الخضروات الورقيه الخضراء اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الحديد زي البقدونس بقى والسبانخ والكزبره والملوخيه. سادس حاجه لازم ناكل البيض ونديه للطفل يا ريت بشكل يومي، بحيث نديله بيضة يوميا. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا شير، وما تنساش بقى تشترك في القناة. شكرا.